هنعمل موز باللبن وزبدة الفول السوداني. طيب عندي لبن، عندي زبدة الفول السوداني، عندي شوية من الفول السوداني، شوية من الكاكاو الانستنت البودرة، عندي هنا موز، عسل، واخيرا عندي شوية من رقائق الشوكولاتة او الشوكليت شيبس. خلاص. طيب اول حاجة هعملها ايه؟ هجيب الكاكاو بتاعي اهو، احطه في اللبن على طول اهو، وهدي كده الكلام ده تقليبه قبل ما انزله في الخلاط، بشويش كده بس، مش لازم نقلبه للاخر، انا بس ايه عايز ادخله في السائل على طول. طيب اصغر كده بس الموز بتاعي. زي ما قلت لكم دايما لو هنعمل حاجه فيها موز، لو الموز اللي عندي مستوي اللون اللي هو البني ده، يبقى طبعا احسن حاجه دايما في اي عمايل للعصير بالموز. بص ادي الموز بتاعي اهو، بس يا دوبك ايه صغره كده، ناخده على طول على الخلاط بتاعنا وعليه هنزل بزبدة الفول السوداني. وعلى طول هنزل باللبن بالكاكاو. شوية من السوداني هديها ضربة، وبعد كده هبقى انزل بالعسل وخلاص. طيب احنا كده فاضل لنا هنزود العسل. اخر ضرب. على طول كاسات التقديم وننزل بالميكس بتاعنا اهو. اهو في الاخر خالص عندي تشوكلت شيبس اهو. واخيرا كده نبقى عملنا مع بعض الموز باللبن، وعملنا معاه كمان زبده الفول السوداني، حطينا فيه سوداني وحطينا فيه تشوكليت شيبس وحليناه بالعسل.